السلام عليكم اخ منوار، المدرب العالمي في الدفاع عن النفس. هذه هديه جبتها من فرنسا، من يونيفرسيتي في فرنسا، اخ عبد الله عياش المخترع ديالنا القنيطري. هاد الارتيكل هذا كان تصاوب في اليونيفرسيتي وما كملوش، في الطلبه ما كملوش حيت كانت كورونا. دابا نتمنى ان الاخ عبد الله يكملوا ان شاء الله ويمشيها. ها هي هديه ليك اخويا عبد الله. السلام عليكم المتتبع ديالي كاملين، وكنشكر السي انوار على هاد الهديه اللي بالنسبه لي انا عندها واحد القيمه كبيره بزاف. علاش؟ لان هي تعطاتو اصلا هديه من لونيفرسيتي فرنسا وتصل بيا، لان سي انوار ما كنتش كنعرفو صراحه، يعني حديث العهد به، ولكن ملي تلاقينا في الفضاء الازرق وللتذكير فهذا اول لقاء مباشره مع سي انوار، ووعدني باش ملي يكون اول مره يدخل ان شاء الله من فرنسا غادي يجيب لي هاد الهديه هذه. علاش كنقول لكم عندها واحد القيمه كبيره بزاف بالنسبه لي انا؟ لان سي ان بروتوتيب اللي خدموا عليه الطلبه في فرنسا ووصلوا لهذا الطاب هذا، شتي عين شدها انا ونحطها عندي في الخزانه ديالي كتذكار مع السي انوار، راه شي حاجه كبيره بزاف باش واحد يتفكرك ويجيب لك واحد كادو من واحد اليونيفرسيتي ديال واحد الدوله اخرى. سي ان بروتوتيب ديجا راه شي حاجه اللي كبيره بزاف. فهذه المناسبه كنشكر بزاف سي انوار، وهذا بالنسبه لي انا راه دعم ورغبه منك ان المخترعين او المبدعين بصفه عامه، انه راه دعم